حبيبي حلا قريب، ما لقيتش حاجة أخذها من طارق، لقيت حلا قريب أخذته منها حبيبتي ريم. آخ لا إله إلا الله، اللهم انتقم اللهم انتقم اللهم انتقم. جاء واحد بيقول لي هي طارق وريم موجودين في المستشفى، جيت أجرها لقيتهم نايمينها نايمين نايمين، خلص بس عليهم أسود من الغبرة. مسحتهم بال، جبت المحلول وقعدت أمسح فيهم. والله أول شيء يعني الإنسان، أنا إنسان مؤمن وعندي رضا بقضاء الله وقدره، وأعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير. يعني الله عز وجل قادر يحيينا وقادر يميتنا وقادر على كل شيء، فإحنا يعني إحنا الله خلقنا قادر يحيينا وقادر يميتنا. عشان هيك أنا الإيمان اللي في قلبي يعني هو اللي أعطاني الدفعة إني أنا أقوم من تحت الركام. قمت ورحت أشيل لكن ما قدرت أشيل، بقوا يعني كل أنا 24 ساعة عندهم، يعني كل ما إحنا صحيح أول ما بيصحوا من النوم أول ما بيجوا بناموا أطول على حضني ريم، بعدين طارق. ريم تحكي لي يا يوئي ذاكر الموز، قبل بيوم ما تستشهدت تقول لي ذاكر الموز، بقول لها ذاكر الموز يا حبيبتي. تقول لي ذاكر البطيخ، بقول لها ذاكر البطيخ. إن تقريبا كنا 45 يوم مش مكلين لا موز ولا بطيخ ولا تفاح ولا فيش فواكه. جبت لهم قبل بيوم كلمنتينة، رحت شريت لهم كلمنتينة هالقد الحب الكيلو بخمس شيكل، وحتى محتفظ بالكلمنتينة أنا. أي هذه الكلمنتينة بقيت أجيب لها كاتشب كلمنتينة، جبت لها كلمنتينة يعني غالي لكن جبت لها. اثنين استشهدوا اللي هو ريم وطارق حبايب قلبي، ومحمد مكسر بيقدرش يقوم ولا يقعد ولا يقدر حتى يقدر بنطعميه، ورتيل مكسر وجهها كله وصداع مستمر وقحة مستمرة، محمد عمر هستيريا لحتى الآن مش قادر يصحى من الصدمة، وبنتي ميسة أم طارق وأحمد أم طارق وريم الحمد لله شوي قعدت 24 ساعة فاقد البصر بعدين رجع لها بصرها. اللهم اجعل دماء ريم وطارق واجعل دماء الشهداء كلهم اللي قتلوا في هذه المعركة الظالمة لعنة على إسرائيل وأمريكا وحلفائها يا رب. وأشكر كل العرب، أشكر كل العرب، العرب منصورين بإذن الله، منصورين على العالم كل العالم، لازم العرب الله ينصرهم على كل المجرمين كلهم، ناس بدون أخلاق ردموا علينا الدار في لحظة واحدة، دمروا الدار الجمنة أجت علينا. طب ليش ما يبلغونا؟ في مخيم جديد عند أبراج الصالحي في المنطقة الآمنة اللي ادعى أنه منطقة آمنة وقال روحوا عليها وقعدوا فيها، هذه المنطقة الآمنة قصفنا فيها. طب أنت بتقول منطقة آمنة، كيف تقتل أولادي فيها؟ كيف تقتل أولادي جنوب وادي غزة؟ على أساس إيش تقتلنا بدون متى؟ أنا أشكوهم إلى الله أولا ثم إلى المجتمع الدولي اللي عامل حاله في عنده أمن دولي. أنا أقول لهم تفضلوا شوفوا المأساة اللي إحنا فيها، شوفوا المأساة. أنا جزء من 30,000 قصة، قصة من 30 أو إيش 30,000 100,000 قصة